حتى أندرتيكر حتى أندرتيكر حتى فما حاجة فما حاجة يا الله يا الله زاد دقائق كل شيء ممكن كل شيء ممكن وفكر السيتي خرج كيفن دي برويني وطلع محرز ولو يسجل الريال مشي للإكسترا تايم بأفضلية مدريدية يمشي الريال على العرضية هي ثنائية مجانين مجانين ممكن من المجانين حتى الكرة يدخل يدخل ويهرب الثالث الأخير أمام الجدار الأخير حسمها رودريج مدريد الرسلة مدريد الجرحة رجعت كرة خطيرة هو رودريجو هو رودريجو رودريجو فما حاجة فما حاجة من عرش فما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ويا صباح الفل ويا مساء الفل على كل المشتركين وكل المشاهدين وكل المتابعين. مباراه السيمي فاينل من دوري ابطال اوروبا المباراه الاولى مباراه الذهاب ما بين ريال مدريد وما بين مانشستر سيتي. بحيي الاثنين مدربين, بحيي بيب جوارديولا, بحيي كارلو انشيلوتي على المتعه الكرويه اللي فرجونا عليها النهارده في ملعب سانتياغو برنابيو. المباراه انتهت بالتعادل الايجابي 1-1 ما بين الفريقين. المباراه 50-50, اللي يقول لك ان ريال كان افضل قول له لا, اللي يقول لك ان السيتي كان احسن قول له لا. المباراه متكافئه تماما ما بين الفريقين. كواليتي هنا لعيبه عاليه قوي, لعيبه بروفيشنال, ريال بشخصية البطل, بشخصية اللعيبة, بشخصية التاريخ, بكل حاجة حلوة في ريال مدريد ببان في دوري ابطال اوروبا بعيدا عن الليجا الاسبانية بعيدا عن كوبا دي ري في اسبانيا. ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا غير بصراحة على مدار تاريخ فريق ريال مدريد بيبقى حاجة تانية في دوري ابطال اوروبا. الضغط العصبي اللي كان متصدر اكتر من وجهة نظر الشخصية على فريق مانشستر سيتي وعلى بيب جوارديولا, لان الجيل ده من اللعيبة فيه كمية ضغط عصبي رهيب في الفترة الأخيرة. ده يبين لك من خلال رؤيتنا في البريمير ليج ومتابعتنا لفريق مانشستر سيتي في البريمير ليج بالكرة اللي بتتقدم بهالاند والارقام القاسيه اللي بتتحطم, واكتر لاعب احرز اهداف في تاريخ البريمير ليج كله بيعدي كل الهدافين الموجودين في البريمير ليج. واداره فريق مانشستر سيتي كل الناس حتى يعني ضغط عصبي على بيب جوارديولا وحتى ضغط عصبي على اللعيبه ان هم لازم ده الوقت اللي هو لازم فيه فرقه مانشستر سيتي تاخد تشامبيونز ليج. يبان الكلام ده من التوتر والحاله اللي فيها بيب جوارديولا. شفناه النهارده في لقطه من اللقطات كان موجود في ملعب سانتياغو برنابيو. الراجل كان من الساعه كام؟ من الساعه 2 الظهر لقيناه موجود في الملعب ونزل وشاف ارضيه الملعب ولف حول الملعب وعاين الملعب. كل باين لك ده ان الراجل يعني متوتر, الراجل قلقان, الراجل خايف. سيمي فاينال تشامبيونز ليج بلاعب اقوى فرقه موجوده في اوروبا حاليا وهي ريال مدريد. فالراجل تحس ان هو عايز يعمل حاجه, نفسه ان هو يعمل حاجه ايجابيه, نفسه ان هو يوصل لمباراه الفاينال من دوري ابطال اوروبا. المباراه انتهت 1-1 ما بين الفريقين. عايزين نتكلم عليها النهارده ايه اللي حصل فيها وايه اللي جرى فيها. تقدم فريق ريال مدريد ثم بعد كده تعادل فرقه مانشستر سيتي. ايه اللي حصل في الشوط الاول وايه اللي حصل في الشوط الثاني ده موضوع حلقه النهارده. فرجع لو ما نسيت سبسكرايب في القناه وفعل زر الجرس واغلب بقى اللايكات الجامده في الفيديو واعمل شير الفيديو عشان يوصل اكبر عدد من الناس. خلينا نتكلم النهارده تحليل فني مباراه السيمي فاينال ما بين ريال مدريد ومانشستر سيتي. كوردوفا حارس مرمى, اتنين سنتر باك كان كروديجر وقلبا, ناحيه يمين كارفخال, ناحيه شمال كان مافينجا, في نص ملعب كان كروس وفالفيردي ولوكا مودريتش, سترايكرز كان كريم بنزيما, على مين لعب رودريجو وعلى شمال لعب فينيسيوس جونيور. مانشستر سيتي بيب جوارديولا ب 3-4-3, ايدرسون في حارس مرمى, ثلاثه سنتر باكات اكانجي ودياز وولكر, اثنين في نص الملعب كان رودري وكان ستونز, هاف رايت او جناح يمين كان برناندو سيلفا, جناح الشمال كان جرالتش, اثنين تحت راس الحربه دي بروين وجندوجان, وسترايكرز كان هالا. ابتدت مجريات الشوط الاول سيطره واستحواذ لفرقه مانشستر سيتي, هو اللي كان اكتر وهو اللي معاه البوزيشن وهو معاه الكوره, ولكن كان بيعيب عدم انهاء الهجمه او الفينيشنج في انهاء الهجمه او قله انهاء الهجمه او عدم الدقه في انهاء الهجمه. ان الوقت اللي كان بيستغربه مانشستر سيتي في البيلد اب ولعب الكوره والتحضير وقت يعني طويل قوي 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 على فريق كبير زي السيتي. ده برضو ناتج عن حاجه تانية, ناتج عن هقول ان هو خوف, توتر, مش عايز افقد الكوره, مش عايز اعمل ميس بوس. ولكن انت لو كنت لعبت باريحيه ولعبت كورتك السهله وكورتك الطبيعيه كنت هتقدر انت تهدف وتجيب هدف اول وتجيب هدف ثاني وتجيب هدف ثالث. برده ما شفت زياده من لعيبه نص ملعب اللي كنا بنشوف في البريمير ليج. دايما بنشوف في البريمير ليج زياده يعني قويه جدا بالذات من الاثنين بتوع نص الملعب ستونز او حتى رودري. لا الاثنين ثابتين في نص الملعب, الاثنين تحس ان هم بيلعبوا 2-6. قدام بتحس مثلا ان رودري بيبقى مثلا 6 وستونز مثلا 8 او العكس, او ستونز مثلا 6 ورودري 8. النهارده انا كنت حاسس الاثنين 6, الاثنين ثابتين في منطقه نص الملعب. دي بروين كان تحس انه تايه, جندوجان برده تحس انه كان بينزل اكتر لمنطقه نص الملعب ويستلم ويحضر الهجمه, تحس انه بيقوم بدور رقم 10. ناحيه مين برناردو سيلفا, واحده من اوحش المباريات لبرناردو سيلفا, وبيب جوارديولا قعده طول المباراه. انا بالنسبه لي كان رياض محرز هو اللي كان افضل, هو اللي كان احسن, لازم ياخد وقت في المباراه. جرالتش برده ناحيه الشمال دايما ما حسيتش تفوقه في واحد, واخد ان هو عدى او فات من كارفخال. مباراه متكافئه يعني تحس ان هو ما فيش حد تفوق على حد. هالاند بعيد,
ما فيش حد بيقوم بالدور بصناعه اللعب، مش هو اللعيب اللي هو بلاي ميكر يبقى رقم 10 ينزل ويستلم ويحضر الدور اللي بيقوم بيه كريم بنزيما. هالاند ما بيعملش الدور ده، متعودين فتره الاخيره ان هالاند انا تاسع، انا بتاع منطقه الجزاء، دي بروين يشتغل، جندوجان يشتغل، رودري يشتغل، كل لعيبه تصنع لي اللعب، ولكن انا بتاع جون على المرمى. ما فيش حاجه تتقال الشوط الاول ان هي جت لهالاند دي يقدر مثلا يفنش الهجمه. فريق ريال مدريد عجبني انشيلوتي بقى، عجبني انشيلوتي في ايه؟ ان هو اللي انا طلبته من مايكل ارتيتا في مباراه مانشستر سيتي وارسنال، انت لما تيجي تلعب قدام فريق مانشستر سيتي او تيجي تلعب قدام باسلوب وفلسفه بيب جوارديولا لازم تلعب بزون ديفنس، لازم تامن منطقه نص ملعبك وتقابل مانشستر سيتي، ما تلعبش هاي بريس وضغط عالي، لا تقابله من نص ملعبك وتلعب على الكاونتر اتاك والهجمات المرتده. ده اللي انا طلبته من مايكل ارتيتا. اوعى جاريس سيتي عايز يعني تعمل نتيجه ايجابيه، عايز تبقى انت ليك ند بند مع السيتي، اوعى تجاري السيتي، اديله اول بوزيشن واديله الاستحواذ واديله السيطره وكل حاجه، والعب على الكاونتر اتاك والهجمات المرتده. هتلعب ند بند معاه وهتفتح الملعب وهتقول له انا عندي لعيبه هنا، وانت يقول لك انا عندي لعيبه هنا، هتشيل. وارسنال مايكل ارتيتا عمل كده، شال في الدور الاول وشال في الدور الثاني. عجبني انشيلوتي ان هو راجل واقعي، عارف ان فريق مانشستر سيتي جوارديولا انا ما اقدرش ان انا جريك، فاداله البوزيشن واداله الاستحواذ، وابتديت العب على تفاصيل صغيره وامكانيات لعيبتي والجمله الشيله اللي انا بلعب عليها، فينيسيوس جونيور، بنزيما، بينزل يسقط يستلم، يبني ويحضر الهجمه مع لعيبه نص ملعب يبقى رقم 10 ويكمل ويزيد في الهجمه يبقى رقم 9 مع فينيسيوس جونيور مع رودريجو. نجحت طول مجريات الشوط الاول. انت وحاسس بتتفرج على الشوط الاول السيتي معاك كوره، حاسس ان ريال مدريد هيجيب جون في لقطه، والتانية التالتة جت جون. اللقطه لما جت دخل بقى 1 2 طلعوا بالهجمه في بيلد اب ممتاز من فريق ريال مدريد، لما دخل كامافينجا عجبني تحرك فينيسيوس جونيور، وفينيسيوس جونيور دايما هو يعني لما كان موجود على الطرف قام دخل للعمق، يعني باين لك حاله السويتش اللي بتحصل من اللعيبه بين بعضها، دخل منطقه العمق اتمررت له سددها قوي جدا من بره المنطقه، صعبه على ايدرسون ما يقدرش يعمل لها حاجه. هنا تعيب بقى يعني لعيبه نص ملعب، تعيب على ستونز، تعيب على رودري، تعيب على جندوجان، تعيب على دياز مثلا، كان لازم يضغط اكتر على فينيسيوس جونيور ما يخلوش يشد من خارج المنطقه. شوط اول بيخلص 1-0 في ريال مدريد، هتقول نتيجه مستحقه مثلا شوط الاول 1-0 ريال؟ هقول لك لا بصراحه، يعني هقول لك النتيجه المستحقه هي النتيجه النهائيه 1-1، ولكن ريال قدر يخطف، هقول يعني بالضغط العصبي اللي كان موجود عند فريق مانشستر سيتي واللعيبه متوتره في ارضيه الملعب. اعتقد بيب جوارديولا ما بين الشوطين هدى اللعيبه، قال لهم لازم نرجع للمباراه تاني، لازم اللعيبه تتحرك اكتر من كده، كاتي بروين، كبرناند سيلفا، كجندوجان، لازم تحصل زياده من لعيبه نص الملعب الاثنين ثابتين سواء رودري او ستونز، لازم واحد منهم يزيد في مجريات الشوط الثاني ويزيد يبقى جوه منطقه الجزاء مثلا، ويبقى سترايكر الثاني جنب هالاند. جريليتش يحاول ان هو يعدي بقى في موقف واحد ضد واحد كده كارفخال، لازم يحصل 1 2 1 3 ما بين لعيبه بين بعضها عشان افك التكتلات الدفاعيه، لازم يحصل تسديد من خارج المنطقه، لازم الخطوط تقرب من بعضها ونلعب اللعب بتاعنا اللي احنا بنلعبه في البريمير ليج كمانشستر سيتي. اعتقد نجح في الكلام ده بيب جوارديولا، قدر ان هو يرجع ثاني في اللقاء ويجيب هدف عن طريق بروين برده بنفس الهدف اللي حرزه ريال مدريد بتسديده من خارج المنطقه، ويجيب هدف جون وهدف حلو قنبله مدفع بصراحه ما اقدرش اعمل لها حاجه، الحارس كوردوا من خارج المنطقه، نفس برضو الخطا اللي اتكلمنا عليه، ما فيش اي ضغط من لعيب نص ملعب سواء من لوكا مودريتش او كروس او بالفيردي، بيقدر يعني دي بروين يسددها من خارج منطقه ويسدد في التعادل تبقى 1-1. بعد الهدف ده رجع تاني يعني مانشستر سيتي ليه اللي هو حته الخوف على النتيجه، برضو بتلاعب فريق كبير بيب جوارديولا. انا المباراه كلها من اللي انا شفته يعني على بيب جوارديولا ان هو خايف حذر، عارف ان المباريات اللي زي دي ابتدى يدرك ان بتفاصيل بسيطه تفاصيل صغيره هي اللي توصلني من الفاينل، انا مش محتاج السكسي فوتبول، مش محتاج ان انا هجمه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشر وعشرين زي ما كما كنا بنشوفه في البريمير ليج، الراجل يعني بص واكل الاخضر باليابس بالقلع باللابس في كل الفرق في البريمير ليج، ماتش زي ده انا مش محتاج الكلام ده، تفاصيل صغيره وحاجات بسيطه هي اللي بتخلص الماتشات زي دي وانت بتلعب في السيمي فاينال من دوري ابطال اوروبا. فتحس ان اداء جوارديولا او اداء السيتي ملخصه وهي الحذر الشديد والخوف على النتيجه، لان انا ده الوقت اللي انا بحلم ان انا اوصل فاينال من دوري ابطال اوروبا. الشوط الثاني ريال مدريد بصراحه هو اللي كان احسن، هو اللي كان افضل في بعض اوقات اللقاء بالتغييرات اللي عملها انشيلوتي، لما جه نزل اسينسيو فتح جابها برده على حساب يعني رودريجو ناحيه اليمين، فينيسيوس جونيور برده وجابها ما بينه وما بين وولكر، نفس الكلام جرالتش هنا كان موجود، كارفخال ما فيش اي تفوق لا ده على ده، 50-50 ما بين دول، برده هنا كان نفس الكلام فينيسيوس جونيور وولكر، اعتقد يعني 50-50 ما بين الاثنين، ما حدش تفوق على حد، المواجهات الفرديه ما بين الاثنين. حاول ريال مدريد ان هو يعني على ارضه وسط جمهوره بقى في اخر 10 دقائق ان هو يعني يجيب
ويعزز هدف تاني، ولكن صلابه وقوه فريق مانشستر سيتي وبيب جوارديولا زي ما قلت كان حذر خايف على النتيجه. حتى يبان الكلام ده انا ما اعتقدش ان انا شفت اي تغييرات، يعني مفيش اي تغييرات اتعملت تماما للمدير الفني بيب جوارديولا. ما شفتش مثلا مشاركه رياض محرز، ما شفتش مثلا مشاركه كولفن فيليس مثلا في نص الملعب، ما شفتش مثلا مشاركه مثلا الفاريز اللي هو اللعيب الهداف بتاع فريق مانشستر سيتي. لا فيش اي تغييرات خالص، تحس ان هو زي ما ابتدى من اول دقيقه فنش يعني نفس اللعيبه في اخر دقيقه. ودي حاجه يعني تستغرب لها من مدير فني بيب جوارديولا، بيعمل حاجات غريبه بصراحه، مدير فني غريب. تستغرب ان مفيش اي تغيير يتعمل طول مجريات ال 90 دقيقه. مباراه الذهاب خلصت خلاص 1-1 ما بين الفرقتين، هننتظر مباراه العوده اللي يقول لك ان فرص السيتي اكتر. قول له لا، المباراه من وجهه نظري الشخصيه هتستمر بنفس الاداء اللي احنا شفناه النهارده في مباراه العوده. المباراه 50-50، مش هنشوف اكتساح لفريق على فريق او تفوق فريق على فريق. مباراه 50-50 لسه النتيجه، ويعني الامال موجوده لريال مدريد، لسه الامال موجوده لفريق مانشستر سيتي. وخلينا نشوف مين هياخد بطوله لعبوه عشان يوصل الى اسطنبول والفاينل في دوري ابطال اوروبا. الجهه الثانيه بكره ان شاء الله عندنا مباراه في ديربي ميلان وما بين انتر ميلان وما بين اي سي ميلان، مواجهه ما بين بيولي وما بين انزاجي، برده مباراه 50-50 ما بين الاثنين، ما فيش حد يتفوق على حد، ويبان الكلام ده حتى في ترتيبهم في السكوديتو والكالشيو الايطالي. الدنيا قريبه، الفوارق الفنيه هنا قريبه. بس ده كانت الحلقه، كما كنت انا احمد سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.